مرة سابقة كان هناك اختطاف لطبيب، هاي المرة عملية اغتيال. هل هناك من يريد إفراغ المحافظة من هاي الكفاءات؟ لو أرجع وأقول لك اليوم الجرائم اللي بدها تحصل بدياله، ليش ما يتم إعلان عن مرتكبيها؟ هل اليوم نحن نقول إن الأجهزة الأمنية غير قادرة على اعتقالهم؟ لا، الموضوع السابق موضوع الخطف الطبيب علي الحسيني تم إلقاء القبض على المنفذين. يعني قواتنا الأمنية استطاعت أن تصل إلى العصابة التي قامت بخطف الطبيب، وتم إلقاء القبض على اثنين منهم، واثنين استطاعوا الهروب من محافظة ديال. هذا الموضوع حسم، يعني القوات الأمنية توصلت إلى خيوط الجريمة بعد متابعات وبعد سهر ليالي حقيقة، ونبارك ونشد على أيديهم. يعني جهاز الأمن الوطني والاستخبارات استطاع الوصول إلى المنفذين وتم إلقاء القبض على اثنين منهم، والموضوع عرف الأشخاص وعرفت العصابة التي استهدفت الأطباء وقامت بخطف الطبيب. الموضوع الآخر، الجريمة الأخيرة التي حدثت التي هزت محافظة ديالي حقيقة، وهي ضربة بالصميم إلى قواتنا الأمنية. هذا الأمر يعني هنالك معلومات، لا نريد أن نبوح بهذه المعلومات حتى تتمكن قواتنا الأمنية من إكمال هذا الملف والوصول إلى الجنات المجرمون الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء على طبيب قام من قامات محافظة ديالى، شخصية حقيقة تتمتع بالنزاهة والأخلاق والكفاءة والمهنية، للأسف يتم استهدافه بهذا الشكل الذي حقيقة أفجع أبناء محافظة ديالى بكل طوائفهم بكل انتماءاتهم. إن شاء الله تعالى سنتوصل إلى المجرمين الذين قاموا بتنفيذ هذه العملية. عندما نتحدث عن الأجهزة الأمنية، يعني المنطقة اللي تم استهداف الطبيب بها للأسف منطقة محكمة، منطقة مسيطر عليها من قبل القوات الأمنية، وفيها انتشار موجود من قوات الشرطة، وهنالك دوريات موجودة في هذا الشارع. يعني في تقريبا الساعة 9 بالليل تقوم مجموعة باستهداف الطبيب بعد أن يخرج من عيادته، و بهذا الوقت ويتم انسحابهم. مشكلة عندنا أخرى، مشكلة الكاميرات المراقبة في مدينة بعقوبة، هذا يعني ملف الكاميرات يعني حقيقة. هاي الكاميرات احنا بدنا نتكلم عليها في وقت سابق. خليني أذكر يعني قام مقام بعقوبة أكد أن الجهات التي نفذت حادث الاغتيال يعني معلومة مشخصة من قبل القوات الأمنية. لماذا هذا الخوف سيادة النائب؟ لا اطلاقا لا يوجد خوف. ما اعتقد يعني هذه العمليه الجهه او المجموعه اللي نفذت هذه الجريمه مشخصه. والا قواتنا الامنيه تمتلك الشجاعه وتمتلك القدره وتمتلك الامكانيه بالقاء القبض عليهم كما قاموا بالقاء القبض على العصابه التي قامت بخطف الطبيب السابق. الى الان يعني هنالك معلومات وهنالك تحديد توجه العجلة التي قامت باغتيال الطبيب، ولكن معلومات نحاول الحفاظ عليها حتى تتمكن قواتنا الأمنية من الوصول إلى المنفذين. أما هذه الحقيقة التصريحات الغير مسؤولة من قبل بعض المسؤولين بعض السياسيين، أنا أعتقد هي تزيد المشاكل ولا تخفف هذه المشاكل. اليوم اللي خسرناه خسارة كبيرة إذا كانت في مناطقنا منطقة التشايلة، وإذا الطبيب هذه دماء عراقية